ومن خلال اختراق هذا الطوق الأمني سوف نقوم بالتقدم بإذن الله تعالى إلى وسط العاصمة دمشق. النقطة الثانية هي المنطقة الصناعية في حي القابون التي لم يتوقف النظام عن قصفها حتى تم إحراق كل ما فيها والسيطرة على النقاط الرئيسية وتحويلها لسكنات عسكرية. سيطرنا على كراج البولمان نزول والصعود يلي بيبعد أقل من 600 متر باتجاه كراجات العباسيين. إن شاء الله رح نعم نتقدم ونستمر نوصل باتجاهها. ويعتبر هذا المحور آخر نقطة للطوق الأمني لقوات النظام، وتشمل على أكبر تجمع للثكنات العسكرية مدرسة الشرطة العسكرية والقوات الخاصة وكلية الشرطة، وتعتبر من أكبر الحواجز العسكرية للوصول إلى قلب العاصمة دمشق. للوقوف على آخر المستجدات في دمشق وريفها ينضم إلينا خبيب عمار ناطق باسم شبكة سورية مباشر من دمشق. خبيب بداية أهلا بك، ما هي آخر الأنباء الواردة من منطقة القلمون وخاصة بعد تحرير حاجزين هناك؟ نعم شكرا سيدي. بالفعل الجيش الحر تمكن من في يبرود من تدمير جسر يبرود النبك بالكامل وتدمير والسيطرة على الحاجز الموجود على جسر يبرود. يعني هذا الحاجز يعد الحاجز المقطع لأوصال شمال الريف الدمشقي، ويعد والسيطرة عليه يكون الجيش الحر قد قطع طريق الإمداد على المناطق التي حاصرها جيش النظام وهي النبك وقارة في شمال الريف الدمشقي. أيضا إنجازات جديدة للجيش الحر خلال الساعات القليلة الماضية كان أبرزها تدمير والسيطرة على حاجز مفرق أسبينا. هذا الحاجز الذي يعد سلطة الوصل بين الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى قطع الطريق والإمدادات لجيش النظام المحاصر للأحياء الجنوبية للعاصمة. الأحياء الجنوبية للعاصمة هي القدم والعسالي ومخيم اليرموك والحجر الأسود. ونتائج المعارك خلال الساعات الماضية على هذا الحاجز وحاجز شركة بيجو للسيارات هو تدمير دبابة وعربة BMW ونسف رشاش من عيار 23 ملم موجود على الحاجز، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 15 جنديا بينهم ضابط برتبة عقيد. بالانتقال إلى الغوطة الشرقية وعدد من الشهداء والجرحى في خبر عاجل منذ قليل أثناء تنفيذ طيران الحربي من نوع ميك 23 لغارتين جويتين على البيوت المدنية في بلدة حزة في الغوطة الشرقية. هناك عدد من الشهداء وعدد الجرحى لم تصلنا الأخبار حتى الآن عن عددهم. بالانتقال ايضا الى الريف الغربي للعاصمة دمشق واستمرار القصف على بلدة الدروشة في الريف الغربي وبلدة خان الشيح، في حين تدور معارك طاحنة في بلدة الدروشة اخرها كانت دك جيش الحر لبلدة الدروشة بعدد من لمساكن الدروشة العسكرية بعدد من قذائف الهوم. كما شهدت اعمدة الدخان تتصاعد من قلب هذه المساكن العسكرية جراء هذا الاستهداف. في حين أعلن الجيش الحر في الغوطة الشرقية عن معركة الفرقان والتي تضم أكثر من 19 لواء، بالإضافة إلى تضييق الخناق العسكري لدمشق وصد جيش النظام من تقدمه على جبهة الغوطة الشرقية. هذه الجبهة التي تعرض كل يوم إلى قصف عنيف برادمات الصواريخ وقذائف المدفعية. أحياء الشرقية للعاصمة دمشق أيضا تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف بالهاون منهم حي برزة الدمشقي وحي القابون، في حين دارت اشتباكات توصف يعني بالعنيفة في حي تشرين الدمشقي. نعم سيدي. شكرا لك خبيب عمار ناطق باسم شبكة سوريا مباشر كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. أعاد الجيش الحر في خربة غزالة بدرعة إحكام